اخترت شو بدي اقول له عن جد. سألني هيك فجأة، قلت له ولدته هي ميتة، بس شكله ما صدق اللي قلته. الله يستر. سلطانة، برأيي إذا حكيتي له الحقيقة بيكون أفضل. لا، إذا بيدرى إبراهيم وبيوصل له خبر بالموضوع اللي صار، مستحيل ما يروح يدور عليها. ما بدي أرجع أعيش نفس العذاب يا ألفت. بلكي شي يوم عرف بيهسر، شو موقفك وقتها؟ مستحيل، لأنه هالشي ما في غير أنا وياكي منعرفه، وما بظن أنه بيعرف. لا تنسي الداية والمرضعة تبعها، هدول برأيك ما في منهم قلق؟ اتنيناتهم واثقة فيهم، أكيد ما بيحكوا. أنا عم ذكرك بكل الاحتمالات اللي ممكن تصير.